سيساعدك العمل مع فريق الرعاية الصحية على العودة إلى القيام ببعض الأنشطة اليومية. سيعمل المعالج المهني وأخصائي العلاج الطبيعي الخاص بك على تمارين لتحسين قدرتك على القيام بأنشطة قد تكون صعبة بعد السكتة الدماغية، وربما يقترحون أدوات أو استراتيجيات لتسهيل هذه المهام بحيث يمكنك القيام بها بأمان وبشكل أكثر استقلالية. وسيساعدك المعالج المهني على تحسين اعتمادك على نفسك في مهام مثل ارتداء الملابس والعناية الشخصية والاستحمام، كما يفحصون كيفية قدرتك على الحركة والتفكير والتذكر. سوف تتعلم أيضا طرقا لإدارة بعض الأنشطة مثل الطبخ أو التسوق أو إدارة أموالك أو الأدوية التي تتناولها. يساعدك أخصائي العلاج الطبيعي على تحسين قوتك وتوازنك وتناسق جسدك وحركتك. يمكنهم مساعدتك أيضا على تعلم الوقاية من الإصابات وتخفيف الألم والحفاظ على نشاطك، وقد يقترحون أدوات تساعدك على المشي مثل جهاز المشي أو العكاز من أجل التنقل الآمن والمستقل. يمكنك ممارسة المشي في الداخل والخارج والصعود السلالم. قد ينظر معالجك المهني وأخصائي العلاج الطبيعي في كيفية التحرك بأمان من مكان إلى آخر مثل الخروج من السرير والجلوس على كرسي متحرك. يمكن تدريب الأصدقاء والعائلة ومقدمي الرعاية على القيام بهذه المهام بأمان معك. تذكر أن تسأل عن المهام المنزلية لأن العلاج لا يحدث مع المعالج فقط. يوفر لك الاستجمام العلاجي طرقا للمشاركة في أنشطة استجمامية وترفيهية هادفة من أجل تحسين صحتك ورفاهيتك. قد تشمل هذه الأنشطة الفن والموسيقى والألعاب والرياضة. سيساعدك فريق الاستجمام العلاجي أيضا على اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في أسلوب حياة ترفيهي مستقل ونشط. يمكن لمقدمي الرعاية والأصدقاء والعائلة لعب دور مهم في مساعدتك في العودة إلى أنشطتك اليومية. يمكن أن يحضروا جلسات العلاج ويتعلموا التدريبات واستراتيجيات محددة لمساعدتك على التحرك والعناية بذراعك أو ساقك الأضعف ومساعدتك على أن تكون أكثر استقلالية. يمكن لمقدمي الرعاية والأصدقاء والعائلة تعلم كيفية مساعدتك على الدخول والخروج بأمان من السيارة أو كيفية دعمك أثناء ارتداء ملابسك. في البداية قد يكون من الصعب عليك استخدام بعض هذه الاستراتيجيات بنفسك، لذلك فإن وجود شخص يمكنه تقديم الدعم لك قد يكون مفيدا في المضي قدما في عملية التعافي. قبل العودة إلى المنزل قد يقترح عليك أخصائي العلاج الطبيعي والمعالج المهني زيارة منزلك لمعرفة كيفية إعداده وفقاً لاحتياجاتك. قد يقترحون تغيرات مثل ترابزين السلالم الأمامية أو منصة صعود مائلة للدخول والخروج من منزلك بأمان. قد تحتاج إلى إعادة ترتيب الأثاث للسماح بمساحة أكبر للتنقل أو تغيير المساحة بحيث يمكنك البقاء في الطابق الرئيسي بالمنزل. قد تساعدك الأدوات الموجودة في الحمام مثل مقعد المرحاض المرتفع أو مقعد الحمام على أن تكون أكثر استقلالية وأمانا في منزلك. قبل أن تغادر المستشفى تأكد من سؤال فريق الرعاية الصحية عن الدعم والخدمات المتاحة في المجتمع والخطوات التالية لمواصلة العلاج. قد تشمل الخدمات الاستحمام داخل المنزل والرعاية التمريضية وتوفير الكراسي المتحركة وبرامج الوجبات مثل تناول الوجبات على الكراسي المتحركة أو توصيل البقالة وخدمات التدبير المنزلي. قد ترغب أيضا في التفكير في شراء جهاز استجابة للطوارئ ترتديه على معصمك أو حول رقبتك لضمان الاتصال بالأسرة أو برقم 911 في حالة السقوط أو أي حالة طارئة أخرى. في وقت لاحق من عملية التعافي قد يعود تركيزك في العلاج إلى القيادة. لا تقود السيارة إذا تم تعليق رخصتك أو إذا تم نصحك بعدم القيادة. تحدث مع طبيبك أو المعالج المهني حول الخطوات اللازمة للعودة إلى القيادة. قد تبدأ أيضاً في التفكير في العودة إلى العمل أو المدرسة. قد يقدم فريقك النصائح والتوصيات بالمعدات والخدمات التي تسمح لك بعودة ناجحة. يتعلق التعافي من السكتة الدماغية بالعودة إلى الأنشطة اليومية والعيش بشكل مستقل قدر الإمكان ضمن قدراتك. من خلال العمل معا يمكنك أنت ومقدمو الرعاية وفريق الرعاية الصحية المساعدة في تعزيز عملية التعافي والعودة إلى الحياة اليومية. تذكر أن تشاهد الفيديو التالي في السلسلة بعنوان المنزل الانتقالي للاندماج في المجتمع.